الناس هاي الدور لاباس عليها الحمد لله، وماذا بينا نتمنى كل بشر يبعد على اخوه ما يقربش ياسر. بقينا بالنسبه اللي نحن حاجتنا به، الناس تضرت من يعني ما تتخرجش وما تمشيش وما تحكيش وما تشريش، الناس بتلهش يعني الناس فوق الناس في رمضان لازلها ياسر، ونستحمد الله ونشكروه. اما الشيء ما يعجبش بالنسبه للعيشه والله ما يعجب شيء، والله الناس في حال بالله العظيم اللي العبد لله اللي قدام كذا ناخذ في 270 اللي لا يومنا هذا يا طرف صلاه انا نلقى باش نشريها بالليل باش نحل الفتره. والحمد لله بنيتي الحمد لله استحمد الله الحمد لله، وربي يحييك منت، وان شاء الله تكون العدل 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 ان شاء الله يكون العدل. تو لهنا يفرغوا يعطوا اللي عنده اللي عنده يعطوه، واللي ما عندوش والله اللي كان شجوه والله ما يرى شيء. وان هي القفه اللي يحكوا عليها وان هي الاعانه اللي يحكوا عليها اخي 270 الف ياخذ فيها بشر تعيشوا تعيشوش هذه نتاع هذاك اللي ياخذ الاعانه مع الناس. لا اكم كون تاع الضمان الاجتماعي، الضمان ايش يعطيني الضمان الاجتماعي؟ ما يعطيني شيء، لاني ياخذ فك حتى 270 ما وصلوش شهريتي، واني عايش والحمد لله رب العالمين. اما ان شاء الله العدل يكون عدل، ان شاء الله يكون عدل. ما ثماش هنا عدل، ما ثماش بالنسبه لهنا ما ثماش. شكون لهنا المسؤول على عدم تطبيق العدل بالنسبه لهنا؟ لهنا والله اللي يطبق قانون الحجر هذايا هو البشر بروح، هو البشر يزمو يبعد على متر ومتر ونص يبعد، وبيحاول الله لباس بعدين يبعدوا على بعضهم تو ويطبقوا في الاجراءات هذه بعدين على بعضهم وما لا ما ثماش بعدين تخش لحتى حد ثماش بعدين والله ما تم حتى يجي يسلم عليك تمد له يده يقول لك لا، تقول له لا ما تمدليش يدك تغيظه. ما همش مستعرفين بالحجر خلاص تو قدام وكل شيء. شكون يقعدك بالدار؟ ها وشو بها قصرين هذا يبني كيفاش نجم يقعدك بالدار؟ كان ما يخدمش نهار في الجمعه الماكسيموم نهار اثنين. ايدك شبيها ايدك كيما تمشي للطبيب لا يعطيك دواء لا يعطيك حتى شيء. نحن بالخص في المجاز راه يكذب عليك تشوف به كل عماد كلهم منافقين. نحن فلاحه تاخذ 200 الف والعام اليوم ما اخذ 200 الف. شنو تقول لي خضار اللي عنده باتين تاخذ 200 الف وليد العامله ما تاخذ 200 الف؟ من ما هيش نقولوا نحن مش متريضه وهذيك هي تكون ربي يفرج على امته وكاو. لا مات الوالده بالحق كانت كان الاكتظاظ معناها التوصيات معناها البلديه والامن نقصت شويه معناها توا الحاجات نقصت شويه معناها ولت تحترم شويه العباد معناها فهمتني، وان شاء الله ربي يقدر خير وكاو. بعدين نشوفوا في اكتظاظ يعني وراك برشا معناها تسمى ثلاثه راهو ما يذبحوش الجزاره كان يذبحوا جزارة اليوم راك شفت الاكتظاظ معناها يعني مستانسة أضعاف هكا فما برشا العباد أكثر وكثرين اليوم اللحم ما يذبحوش هذاك علاش الاكتظاظ نقص شوي. يجي أنت غدوة تشوف الاكتظاظ هو صحيح خاطرك تشوف ما ثمش حتى واحد ملتزم بالحجر الصحي الحقيقة ثم خطر. احنا معنا شيء لنا في المجازة ما ثم احتكاك مواطنين ببعضهم فهمتني والله يقدر خير باش يقول لك شيء. ترى انت فما فرق بين مثلا اليوم ولا اي نهار اخر عادي ما كانتش عندنا فيه كورونا في مجاز الباب فما فرق يعني؟ لا مجاز حركيه عاديه كاني ما ثمش ما كورونا كيما قبل اقل شويه صحيح يكون تو وقت الذروه المواطنين يخرجوا يقضوا قضياتهم اما يبقى انت علاش مش لابس كمامة إجبارية؟ والله نسيتها أنت في الكهرباء نسيتها. هيك تو رمضان وناس تقضي وناس كذا هذا قال إن شاء الله ربي يستر بقدرة ربي لاباس. أنت ساعة علاش مش لابس كمامة؟ ماشي لاباسها إيش تحب تعمل؟ ماشي لاباسها. علاش؟ الله أعلم ما نعرفش بالضبط. والله العظيم حاطين على ربي وكاو. إن شاء الله ربي يستر. قد تربي لاباس وتونس ديما لاباس. يا بابا يعطيك الصحة، أنت هاك محترم إجراءات الوقائية اللي أعلنت عليها الحكومة ولابس كمامة. محترم فيها ولكن والله 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 11 يوم يا الماكلة اللي كليتها. أيوا والمعتمد توا نعاونوك توا الشيخ يقول توا العانة هذه العانة صدقوها القنارة صدقوها في الليل لا نشعر بها لا شيء.
فهمتني، وين سقات وهاي الشهادة الطبية تثبت عليا من عند القصاب. 3 سنين واش ولا نتبع فيها ضربة، ضاع حقي أولا، وزيد فهمتني مطيش في تركينا. شكون مش عاطيني؟ هاني انت نمد في يديا باش واحد يمد لي دينار، واحد يمد لي 500 باش ناخذ فهمتني لولادي. وهما فهمتني الشيخ يقول لك برا المعتمد، المعتمد يقول لك برا الشيخ فهمتني. في الاخر فهمتني قالوا لي شد دارك تو الكرد، انت راجل كبير وعمرك 83 سنه، شد دارك تو يجيك الكردونه للدار. شاد داري تو جيني تو جيني، تعرف ياك كيما البريول قال والله ما تحركها من هنا ما يجيني قصبي. هكا فهمني شكيت جريت الغال. عندي شيخوخه ناخذ فيها لكن 240 دينار، يقول مش ولوا في الغلا هذا طماطم والواحد فتني ولحمه، كان كليت لحمه ما تاكل حاجه اخرى، كان كليت اي حاجه وين، وكري وماء وضو. والله العظيم قدام الكونيري بالضبط الشهر اللي قدام الكونيري قصوا علي الضو على 300 ألف فهمني. هي والحمد لله خلصت منها شيء وشيء هذا قاعد.